بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أهلا بكم طلاب مقرر أحياء واحد. أنا الأستاذ السيد جهاد، وإن شاء الله اليوم هنبدأ في حل أول ورقة عمل لنا في المقرر. نرجو التركيز والاهتمام، ولو في أي أسئلة ممكن نسيبها مع بعض في التعليقات. أولا، السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: هو علم يهتم بدراسة أنواع الحياة وتاريخها وما كان حيا يوما ما وتركيب المخلوقات الحية وكيف تقوم بوظائفها وكيف تتفاعل مع بعضها. إيه هو العلم ده؟ الإجابة هتكون إن ده علم الأحياء اللي احنا بندرسه، لأن علم الأحياء هو اللي بيهتم بدراسة كل أنواع الحياة، كل الكائنات الحية، ووجدت على الأرض من إمتى، وإزاي بتتفاعل مع بعضها، وإيه هو تركيب جسمها، وإيه هو دورها في البيئة. السؤال الثاني، عملية ينتج عنها زيادة الكتلة للكائن الحي واكتساب قدرات مختلفة. إيه هي العملية اللي لما تحدث للكائن الحي كتلته بتزيد وبيكتسب قدرات مختلفة؟ لو رجعت للحصة اللي فاتت هتلاقي ان العملية اللي بينتج عنها زيادة الكتلة هي النمو. قلنا الفرد وهو صغير كتلته بتكون اقل من نفس الفرد وهو كبير، وقلنا وهو صغير ما بيقدرش يتحرك ولا يقوم ولا يمشي، لكن مع النمو بيبدأ يكتسب القدرات، بيبدأ يمشي على ايديه ورجليه، بعدين يمشي على رجليه، بعدين يبدأ يجري. يبقى مع النمو كتلة جسمه زادت وبدأ يكتسب قدرات مختلفة. لكن هل التكاثر بينتج عنه زيادة الكتلة؟ لا، التكاثر ينتج عنه زيادة العدد، فرد واحد يبقوا فردين ويبقوا ثلاثة وهكذا. السؤال الثالث، النباتات الصحراوية لها القدرة على فراغ من خلال وجود أشواك ووسائل تمنع فقد الماء. قلنا يا شباب ان كل كائن حي موجود في بيئة ربنا سبحانه وتعالى خلق له مجموعة من الاسباب تهيئه انه يعيش في البيئة بسلام. يعني مثلا الدب القطبي قلنا بيعيش في بيئة متجمدة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى وهبه طبقة سميكة من الدهون تدفي جسمه باستمرار. اما الصبار فهو عايش في الصحراء، محتاج مجموعة من الوسائل اللي يقدر يحفظ بها الماء وكذلك يحمي نفسه من حيوانات الصحراء. الوسائل دي احنا بنسميها باسم التكيف. طب ايه هو التعضي؟ قلت لك التعضي معناه اتحاد الخلايا لتكوين كائن حي عن طريق مجموعة مستويات. بدأنا خلية مع خلية يديني نسيج، نسيج مع نسيج يديني عضو، عضو مع عضو يديني جهاز، جهاز مع جهاز يديني كائن حي. اما الامداد بالطاقة فاحنا عارفين ان الامداد بالطاقة بيكون من الغذاء، الحيوانات بتتغذى اما على النباتات او الحيوانات اللي زيها، والنبات بيتغذى عن طريق عملية البناء الضوئي. الشريحة التانية، اول سؤال اظن احنا لسه قايلين اجابته دلوقتي حالا، النسيج هو اتحاد مجموعة خلايا وتشابهها مع بعض، صح ولا غلط؟ لسه قايل دلوقتي حالا ان التعضي معناه خلية مع خلية مع خلية يديني نسيج، يبقى اذا النسيج هو اتحاد مجموعة خلايا متشابهة مع بعض، اكيد الاجابة صحيحة. السؤال الثاني، الانسان يعرق وذلك بهدف المحافظة على الاتزان الداخلي للجسم. ها فكر فيها كده. قلنا يا شباب ان ربنا سبحانه وتعالى وهب جسمنا قدرة انه يحافظ على اتزان الاعضاء، وقلنا مثلا ان اثناء الجري انت بتجري بسرعة فدرجة حرارة الجسم بتعلى، لازم الجسم يبرد نفسه، فبيبرد نفسه عن طريق العرق. يبقى اذا الجسم حافظ على اتزان الاعضاء من الحرارة الزايدة عن طريق انه يخرج العرق. يبقى العرق وسيلة محافظة على الاتزان الداخلي، أكيد الإجابة صحيحة. تمام. السؤال الثالث، عملية التكاثر
هي إنتاج أفراد جديدة بصفات جديدة وبأنواع مختلفة. أنت ممكن تقرأ السؤال وتقول صح، مع عملية التكاثر هي إنتاج أفراد جديدة، لكن ركز كده في آخر كلمتين وبأنواع مختلفة. أكيد لأ، التكاثر معناه إنتاج أفراد جديدة فعلا لكن من نفس النوع، يعني مثلا الحصان بيتكاثر علشان ينتج حصان من نفس نوعه، الأسد يتكاثر علشان ينتج أسد من نفس نوعه، لكن مفيش كائن حي بيتكاثر وينتج أنواع جديدة. أكيد الإجابة دي لازم تكون غلط. السؤال الرابع، تحدث المطاردة بين الفهد والغزال نتيجة الاستجابة للمتغيرات. ها فكر فيها كده، ممكن تشوفها تقول صح فعلا، هو الأسد بيطارد الغزال نتيجة الاستجابة للمتغيرات. هقول لك لا، نتيجة الاستجابة للمثيرات، المثير اللي موجود بيستجيب له. بمعنى ايه؟ بمعنى الغزال موجود، في مثير الجوع موجود عند الفهد، الفهد جعان فبيستجيب لمثير الجوع عن طريق انه بيطارد الغزالة. تمام، الغزالة شافت الفهد بيجري عليها، حدث جواها مثير الخوف، إثارة، في خوف، فبتبدأ تجري من الفهد. يعني المطاردة حصلت نتيجة الاستجابة للمثيرات وليس للمتغيرات، وبالتالي تكون السؤال غلط. دلوقتي نفتح الكتاب مع بعض صفحة 44، هنلاقي 3 أسئلة نحلهم مع بعض ولازم نجاوبهم في الكتاب. السؤال الأول، ما أهمية وجود نظام لتصنيف المخلوقات الحية؟ نظام لتصنيف المخلوقات الحية أكيد هيكون حتى يسهل التعرف على الكائنات الحية ودراستها، لأن قلت لك إن أنواع المخلوقات الحية تجاوزت 8 مليون نوع، ده كل نوع تحت منه بقى أعداد، نوع الفيلة تحت منه أعداد، نوع مثلا الحصان تحت منه أعداد وهكذا. يبقى وجود نظام تصنيف يسهل علينا الدراسة ويسهل علينا كمان التعرف على الكائن الحي. أما السؤال الثاني، عرف نظام التسمية الثنائية. نظام التسمية الثنائية اللي اخترعه كارل لينوس هو نظام معناه ان كل كائن حي بيكون له اسم مكون من مقطعين، المقطع الاول بسميه اسم الجنس والمقطع الثاني بسميه اسم النوع، وحطينا مجموعة من الشروط للتسمية الثنائية. قلنا لازم المقطع الأول من اسم الجنس يكون كبير، المقطع الثاني من اسم النوع يكون صغير، ولازم يتكتبوا بشكل مائل أو بأسفلهم خط. أما السؤال الثالث فبيقول صنف القط البري بشكل كامل. احنا في المرة اللي فاتت خدنا تصنيف القطة المنزلية، تصنيف القط البري زيه بالظبط، بيبدأ بمملكة الحيوان، شعبة الحبليات، طائفة الثدييات، رتبة آكلات اللحوم، عائلة السنوريات، جنس القطط، أما النوع فهو القطة البرية، يعني اختلف عن القطة المنزلية في النوع فقط. عزيزي الطالب، هتلاقي في موافقات المادة ورقة العمل، أرجو إنك تحملها وتحلها زي ما حلناها وتحتفظ بيها معاك. كذلك أسئلة الكتاب المدرسي، تحل الأسئلة في الكتاب صفحة 44. كان معاكم الأستاذ السيد جهاد، في حالة وجود أي مشاكل ممكن تسيبوها لي في التعليقات تحت وإن شاء الله هرد عليكم في أسرع وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.